كنا ناخد على التليفون من باريس معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. يا فندم أهلا بيك، مبروك. مليون مبروك لحضرتك، وشك حلو. مبروك، يعني لما يكون يعني الله متوقع أو الصعب يجي صح، يعني فرحته بتبقى مضاعفة. الحمد لله رب العالمين، فعلا الفرحة مضاعفة، والكورة يعني دايما احنا في حتة تانية، يعني الكورة بالذات ليها واقع كده مختلف، يعني أكيد ألف ألف مبروك والله، ورجالة كلهم ويعني عارفين يعني إيه بلدهم، والمدير الفني يعني على مستوى عالي، يا رب يكملها على خير ان شاء الله رب العالمين. احكي لي، عشت ازاي اللحظات الجيم كلها، التقدم بهدفين والله يعني شيء بعد ما عدل المنتخب الاسباني، يعني يمكن ضيق الفارق بالهدف الاول، كانت لحظات عصيبه جدا، كان ممكن ان احنا نحسم الجيم. ضاع ما احنا بقول لك كان ممكن نحسم الجيم، فده اللي كان يقلق شويه. يعني هي الحمد لله، الحمد لله. يعني انا بتكلم كده بقى بلغه المشجع شويه. ايوه طبعا يعني انت بتقول يا رب احنا كنا نطلع مركز ثاني، ونتائج الفرقتين ازاي، طب هنلاعب مين بعد كده، فدي كلها كانت الاحتمالات، ولا يعني ما كانش في احتمال ثالث يعني الحقيقه. يعني في توقيت الحمد لله رب العالمين، يعني الشوط الجون الاولاني الفرقه بتلعب بشكل مختلف تماما. انت جايب جونين وبتهجم، مش قاعد في ال 18 كالمعتاد. لا بتلعب يعني جيم مفتوح مع اسبانيا، مفتوح وبتلعب في كل الاتجاهات صح. والله يعني كمان كل الفرقه حاجه جميله جدا، زي ما قلت في مداخلاتي، يعني بعد ما دخلت لهم في اوضه اللبس، وبعد ما يعني رجعت الحاله المعنويه لزيزو والنني، بشكرهم لان الخبره موجوده فيهم. احنا تيم الحمد لله، ويا رب يعني يوفقهم لابعد مدى، ويعني ده الجيل اللي هيمد كاس العالم فرقتنا ان شاء الله، منتخب باذن يوصل الله وده مدد ليهم في الفن. فنفرح بقى على يعني الناس مستعجله صح. أيوة. على الميداليات والنتائج، واحنا دايما يعني نقول السلاح متوقع ميدالتين، جت ميداليه، وبعد كده ندخل من بعد يوم 6 في الالعاب اللي هي التوقعات بتاعتنا فيها، عشان ما حدش يستعجل، وما حدش حتى لو يعني احنا عندنا يعني اولادنا حاجه جميله، وربنا يوفقهم ان شاء الله. لقطتك يا فندم مع احمد، متابعين اللجنه الاولمبيه وادائها. أيوة. والرؤساء الاتحادات والبعثه، يعني المهم ربنا يوفق الجميع، وعندنا ماتش جامد كان مع فرنسا تحت، ماتش صعب قوي الحقيقه. هنا كل الفكره مش في كده، كل المباريات اللي فيها رياضي فرنسي الجماهير بتعمل حاله غير طبيعيه للي بيلعب فعلا، يعني زي اللي حصل يعني مع محمد السيد. بص، زي اللي حصل مع محمد السيد، وزي يعني بقيه المباريات، فهتبقى الماتش الجماهير يعني هتتفرجوا على ماتش هتقول يعني جماهير وملعب، ربنا يستر. أيوة. ان شاء الله يوفقهم. طيب اللقطه بتاعت وانا حضرتك يعني رايح احضر التدريب بتاعهم دلوقتي، عشان برضو يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم. طيب اللقطة بتاعت حضرتك وحديثك مع أحمد سيد زيزو اللي كان ليها مفعول السحر أعتقد في لقاء اليوم، وبعض اللعيبة بيبقى أمر طبيعي جدا، اللعيب بيبقى عايز يبقى موجود في الملعب عشان يخدم منتخب بلده، كلام مع حضرتك مع زيزو كان إيه؟ بص يا أيمن، التدريب والعلوم الرياضة يعني علم وليس يعني حاجة، والتأهيل النفسي ده شيء مهم جدا، وإعداد اللاعب شيء أهم. لازم العين يعني المحترفه شويه تشوف الدنيا في ايه. زيزو لاعب يمكن الاجهاد او خلافه كان فيه قدر من التعب في المباراه. المدير الفني خد قراره، هو بدات تظهر عليه ايماءات عدم الرضا على خطوه. وده يعني بيكون في علم النفس كده الرياضي اسقاطات نفسيه على حاجه يعني. فبالدور ده او الطبيعي يعني كان لازم اكون مركز فيه جدا، لان هو والنني الحقيقه يعني اثنين من العناصر الخبره اللي اتمزجت ومنتهى الوطنيه موجوده مع الفريق جدا. ما ينفعش ان يعني يحصل اي عمليه احباط نفسي في الفتره دي. الحقيقه يعني كان ممنوع دخول اوضه اللبس، لكن علي الفتيش ساعدنا ودخلت يعني بالتبعيه، كان لازم اتكلم على لاعب واحد كل واحد، لكن انا عارف ان في براثن نفسيه عند زيزو كان لازم اخرجه من دي بطرق مختلفه الحقيقه، وبعدين اكلمه هو والنني، وبعت لي رساله جميله بعدها الحقيقه، يعني رساله مفعمه بالثقه. أيوة. قال لحضرتك كل إيه؟ حاجه يعني طبعا 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 بعد ما مشينا. أيوة. اللي بيها الحمد لله خلاص، لان احنا كمان يعني بنتكلم بلغه يعني مختلفه شويه،
لاي فريق جماعي في حاجه اسمها عوامل تصدع الفريق وعامل تماسك الفريق. مظبوط. لا دي اداره لفريق يعني ما تخلوش يفرط منك. وبعدها كلمنا المدير الفني كلمه الحقيقه وقعد معاه وفي غلطه خاصه ما بينهم، ربنا بس يوفقهم بقى في اللي جاي. يا رب اسبانيا، يا رب باذن الله. يورو اسبانيا مدرسه في الكوره من الناشئين لغايه الكبار، فان احنا الحمد لله. لكن اكيد المدير الفني هيبدا مرحله ثانيه يعدهم اعداد ثاني، مش معنى ان احنا فزنا في المباراه ديت ان احنا خلاص، فربنا ده امل يعني، ربنا ادانا سبحانه وتعالى امل. البعثه كانت محتاجه فندم النتيجه الايجابيه دي، يعني اعتقد محمد السيد ادى دفعه معنويه، وشفنا لعيبه الهاندبول ولاعبي الالعاب المختلفه وهم بيتابعوا تتويجه، برضو نتيجه منتخب كره القدم اعتقد بتدي دفعه. البعثه بشكل عام كل محتاجه حاجة النتيجه إيجابية. الايجابيه كل حاجه ايجابيه بتدينا كلنا يعني دافع جيد جدا هنا، وبتدي كمان يعني انا عارف الشارع كله دلوقتي هي لغه الاولمبيات هي الموجوده، علشان كمان في ناس يعني منتظره وعايزه تقول ان كل حاجه فاشله. احنا مش فاشلين. في اداء وفي تخطيط وفي توفيق وفي تخطيط لدلوقتي ولبكره والبعد والبعد. وكمان كل حاجه مستنديه الوزاره بتعملها بشكل قوي جدا، مش حاجه هباء. مش عايز اقول كلمه يعني رغم انف الحاسدين يعني. فالموضوع ده خلاص هنفضل ورا اولادنا لغايه اخر يعني حاجه في منتهى الاحترافيه. الدوله دعمت في كل حاجه بشكل محسوب ومحسوم. اكيد الايجابيات دي شيء مهم، بس ندعي ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق. ده اللي احنا نقوله، يا رب التوفيق. والنهارده يعني اهي فرحه بقى، الناس تفرح شويه، ما نقعدش كل شويه يعني ندور كل احباطات بكره، ده كانت بكره يعني ما تفرحوا بقى. رغم انف الحاقدين، محمد النني واحد من نجوم المنتخب، اضافه واضحه جدا على النواحي الفنيه والشخصيه والاخلاقيه. تعليقك ايه على ده؟ بص انا محمد النني الماتش اللي فات والماتش ده بيلعب بروح عاليه جدا، وبعدين عامل زي الغزال في الملعب ما شاء الله ما شاء الله، يعني بنسمي ما شاء الله لا قوه الا بالله، رشاقه. أيوه. مرونه، رد فعل، قياده، بيرجع بيطلع يعني بيعمل كل حاجه في الكوره، لكن قائد، وده مطلوب احيانا بيكون مع امتزاج المراحل السنيه المختلفه، مطلوب قائد في الملعب. فالحقيقه يعني النظره لازم تكون دي مختلفه يعني. نتمنى. وبعدين ده لاعب، هو حد كان بيقول يلعب في الارسنال؟ لا ده الارسنال ده كنا بنشوفه في التلفزيون، ويعني ما نحلمش ان احنا نعتب جنبه. انا هقول لحضرتك على حاجه. شكرا. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت موجود في لندن حضرت ماتشين لارسنال، انا مجنون ارسنال بشكل لا تتخيله يعني. فوجئت بكم المحبه، والناس هناك مقدره محمد النني بشكل لا تتخيله يعني. حتى في الوقت ده النني ما كانش بيلعب بشكل اساسي، ما كانش موجود في اغلب فترات السيزون الحالي، لكن الناس بتحترم في النني، ان كلما احتاجوا ميكيل ارتيتا المدير الفني لارسنال بتلاقيه جاهز، زي ما حصل مع المنتخب الاولمبي. النني بلا نادي بقاله فتره، لكن لا يمكن حد يتخيل ان اللعيب ده بادائه ده بحالته الفنيه والبدنيه يؤدي بالشكل ده. حتى لو انا بتكلم على واحد النني قعد قد ايه في ارسنال؟ كام سنه؟ 8 سنين. حد لما يقعد الفتره دي كلها ويستمر قليل ينفع ان انا اشكك فيه؟ لا يمكن، لا يمكن طبعا. انما تعيد بناء، وبعدين هو بيلعب مع مراحل سنيه صغيره، معنى ده ايه؟ ان في تحمل اكتر، في اسرع، في قله خبره عن السن، لكن مراحل صحيه ولياقه بدنيه مختلفه. فاحنا بنقول بقى في الاخر يعني شكرا للمدير الفني، الراجل صاحب ميداليه ذهبيه في ريو جانيرو، الراجل اللي حافظنا عليه. شكرا لكل الجهاز اللي معاه المصري والاجنبي، واتحاد الكوره، الناس اللي موجوده اشرفت، وكمان ولاد مصر الرجاله كلهم في كل الالعاب، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. طمنا يا فندم على حاله البعثه في الوقت الحالي، مين من اللعيبه اللي انت متفائل بيهم؟ ولو ان انا مش بحب اتكلم في الوقت الحالي بقى على لعيب ده متوقع وده مش متوقع. انا بشوف ان السلاح رفع الاثقال، تايكوندو، مصارعه، الرمايه، دي الالعاب اللي احنا حاطين فيها امال يعني. باذن الله اللي جاي يبقى كله خير ونحتفل. الباقي إيه عندنا احنا يعني معنى انك انت تاخرت 3 سنين من التاهيل، بطولات كتيره جدا ومعسكرات، معنى انك انت بقى عندك ناس في الاولمبيكس 14 سنه و17 سنه، وناس جايه من دول ثانيه علشان تمثل منتخب مصر،
دي ليها معاني كبيره جدا. طبعا معنى ان الناس تقول على بعض الرياضات انتوا بقيتوا قوه عظمى والمستقبل يتخاف منكم، ده البلان اللي احنا يعني بنعمله وبنحدده، ويعني بشكل او اخر ما حدش يشكك في قدرات ولاد مصر وشباب مصر. يا فندم مشكورك شكرا جزيلا، وباذن الله اللي جاي يبقى كله افراح، ويعني نتنازع ونتغلب على كل الاحزان اللي فاتت، ودايما وش حضرتك خير ومجهودك واضح، وشكرا جزيلا ليك. الله يخليك. شكرا جزيلا معالي وزير الشباب والرياضه من باريس بعد مكسب منتخبنا الوطني.